السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اليوم هنستعرض معاكم عروض شركة رمضان الكريم وعنوانه كل الخير في شهر الخير من شركة جياد الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات إم جي في المملكة العربية السعودية. عروض سيارات إم جي تشمل 8 سيارات وكلها موديلات 2024، وهم إم جي ويل وإم جي ون وإم جي فايف وإم جي زد إس وإم جي جي تي وإم جي آر إكس 8 وإم جي إتش إس وإم جي آر إكس 5. والعرض الرمضاني على كل السيارات هذه بيقول صفر دفعة أولى وصفر مصاريف إدارية وثلاثة سنوات صيانة مجانية أو 60,000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً، وست سنوات خدمة المساعدة على الطريق، وست سنوات ضمان المصنع أو 200,000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً. نبدأ بالسيارة الأولى وهي إم جي ويل، اسمها بالعربي معناه الحوت. هذه السيارة موديل 2024، إم جي بتقول إنها مستلهمة من أعماق البحار ومصممة حسب أحدث التطورات التكنولوجية. تيجي بمحرك سعة لترين تيربو بكفاءة عالية، يعطي قوة 231 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. والعرض الرمضاني للسيارة ويل بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 1378 ريال. والسيارة الثانية هي إم جي 1 موديل 2024، سيارة بشخصية مميزة بشبك أمامي مميز وأضواء LED بتقنية 3 وأضواء نهارية LED DRL وجنوط مقاس 17 بوصة وجناح خلفي. تيجي بمحرك 1.5 لتر مع شاحن توربيني وناقل حركة CVT، بيعطي قوة 181 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر. والعرض الرمضاني للسيارة MG1 بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 1096 ريال أو استرداد 5000 ريال للشراء النقدي. والسيارة الثالثة هي MG5 موديل 2024، وهي سيارة سيدان تجي بثلاثة طرازات ستاندرد وكومفورت وديلوكس. لما تدخل مقصورتها هتعرف على طول إنها سيارة ذكية بقدر ما هي أنيقة. تجي بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة متوافق مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وفيها ميزة الرؤية المحيطية 360 درجة. والعرض الرمضاني لإم جي 5 بيقول امتلك السيارة هذه بقسط شهري يبدأ من 670 ريال. والسيارة الرابعة هي إم جي زد إس موديل 2024، وهي سيارة كروس أوفر شعبية صار فيها مزايا أكثر من الجيل السابق. تغييرات شملت تطور المحرك ومزايا في التصميم جديدة وتقنيات حديثة وتصميم جديد للواجهة الأمامية بشبكة تهوية السداسي وأضواء أمامية وخلفية LED. والعرض الرمضاني للسيارة MG ZS بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 823 ريال. والسيارة الخامسة هي MG GT موديل 2024، وهي سيارة جديدة كلياً تصميمها من طراز MG BGT لعام 1962. تصميمها الخارجي شبيه بسيارات الكوبيه، تيجي بمحركين مختلفين سعة 1.5 لتر تربو بيعطي قوة 173 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، والمحرك الثاني برضو كمان سعة 1.5 لتر كفاءته عالية في استهلاك الوقود. والعرض الرمضاني للسيارة MG GT بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 843 ريال أو استرداد نقدي 3000 ريال للشراء النقدي. والسيارة السادسة هي MG RX 8 موديل 2024، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV فيها 7 مقاعد و3 صفوف. من أهم مزايا السيارة هذه RX 8 إنها تيجي بجنوط مجوفة مقاس 20 بوصة و6 وضعيات للقيادة ومحرك 4 سلندر شاحن توربيني سعة لترين بيعطي عزم دوران 360 نيوتن متر وفتحة سقف بانورامية وشاحن لاسلكي وشاشة لمس بقاس 10.1 بوصة متوافقة مع أبل كار بلاي.
ومقاعد جلدية بنكشة الماس والعرض الرمضاني للسيارة MG RX 8 بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 1343 ريال أو استرداد نقدي 5000 ريال للشراء الكاش. والسيارة السابعة هي MG HS موديل 2024، وهي سيارة أدائها رياضي وقيادتها ممتعة، تجي بمحرك سعة لترين تربو يعطي عزم دوران 360 نيوتن متر وسرعة قصوى 210 كيلو متر في الساعة. والعرض الرمضاني للسيارة MG HS بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 1223 ريال أو استرداد نقدي 5000 ريال للشراء الكاش. والسيارة الثامنة والأخيرة هي MG RX 5 موديل 2024، وهي سيارة متعددة الاستخدامات SUV مصممة بأدق التفاصيل من الداخل والخارج، وتيجي بمجموعة من التقنيات ومزايا السلامة اللي يخليها مميزة في فئتها. القلب النابض هو محرك سعة 1.5 لتر تربو بيعطي عزم دوران 275 نيوتن متر مرتبط بناقل حركة من 7 سرعات. والعرض الرمضاني للسيارة MG RX 5 بيقول امتلك السيارة بقسط شهري يبدأ من 1162 ريال أو استرداد نقدي 3000 ريال للشراء الكاش. أعزائنا متابعين ومشاهدين سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من حلقة اليوم، وإذا حابين أي معلومة يحتاج لها توضيح أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وتحت عروض شهر رمضان من شركة جيادة الحديثة للسيارات عبوا الاستمارة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.